يظن البعض أن اختيار الملابس ملابس الرجال المناسبة أمر صعب للغاية، ولكن الحقيقة أنه أمر بالغ السهولة فقط إذا حاول كل منهم التعرف بشكل أو على شكل جسمه وأهم الأزياء التي تتلائم معه وتبرز جاذبيته. فكيف نختار الملابس التي تناسب طبيعة كل جسم، وما هي أبرز أشكال أجسام الرجال؟ للمزيد تنضم إلينا في الاستوديو مدونة الموضة وخبيرة ستايل والمظهر سابين خالد. سابين صباح الخير. صباح الخير. طيب. كيف كنت؟ أهلا وسهلا. انسى التهديد اللي كان تحت الهواء ننسى، لكن جد بحاجة لأن نعرف ما الذي يناسب الرجل وكيف نقسم أنه هذا يليق بإنسان لا يليق بآخر، يليق بجسد لا يليق بجسد آخر. هلا نحن النساء عادة منقول انه نيالهم الرجال يعني كتير هين انه يختاروا، بس فعليا هذا الشيء صعب لانه هن ما عندهم كتير اوبشنز، يعني ما عندهم غير شورت بانس مش مثلنا، فما ما بيقدروا كتير يخبوا العيوب. هلا اول شيء خلينا نحكي عن الرجل ليقدر يختار تيب ولازم يعرف شكل جسمه. خلينا اول شيء نحكي عن الخمس انواع لشكل جسم الرجل، يلا خلينا نشوف وبعدين بنشوف الاشياء اللي بتناسبه. يلا تفضل. حنبلش باول واحد يلي هو المثلث المقلوب او الانفيرتد تراينجل. هذا الشخص يلي كتافه عراد بيروح على الجيم بيعمل ابر بودي وما بيعمل لور بودي، فبصير في ما في توازن بين الاكتاف والاجرين. طيب. تاني نوع يلي هو الترينجل او المثلث هو الرجل يلي كتافه صغار والفات كله موجود ببطنه وخواصره. هيدا يوجولي الرجل لما يبلش يتقدم من العمر بيصير هيك جسمه بكرسة. ايه. التالت هو الريكتانجل لما الخصر والبطن يكون عندهم نفس الابعاد فبيجي مثل البلوك. الرابع هو الاوفل الرجل يلي شوي زايد وزنه، واخر واحد هو البيرفكت بودي شيب يا عادل. شكرا جزيلا. يلي هو انت تحت التهديد. طيب الله يستر على اي واحد صاحب التهديد. ما هيك. فهلا انا بدي احكي عنهم شو اللي بيناسبهم، بدي احكي عن البيسكس يعني اي تي شيرت اي جاكيت اي بانس حنحكي عنهم، بس حابه بلش بكم ايتم معي. خلينا نتفضل. يعني انت هتقول لنا على كل جسم ايه اللي بيمشي معاك قطعه، ولا هتقول لنا اشياء تتناسب مع الكل كقطعه كبيسك؟ نحن ما عم نعمل ستايلينج، مش عم نلبق، نحن بس عم نقول البيسكس. اوكي. هلا بنبلش بالريكتانجل يلي هو عنده نفس الابعاد. لازم نعرض الاكتاف. كيف بدنا نعرض الاكتاف؟ بنلجأ لجاكيت فيها شولدر بادنج او اكتاف مبطنه كرمال يعرضه. هذا حتى يكون في يعرض ما بين صح، لانه هن نفس الابعاد بدنا نعرض الاكتاف. هلا كمان شو فينا نعمل؟ فينا نعمل ليرنج. ليرنج يعني نلبس قطعه فوق قطعه، فينا نلبس قميص فوقه سويتر مثلا او جامبر. بهي الطريقه كمان بعدنا عم نعرض الاكتاف كومبيرد للخصر والبطن. هلا خليني بس اعلق سابين، هاي القطع اللي انت وريتها لنا مع مين ما بتمشيش، لا تناسب هذا الجسم؟ هلا اللي بعده هو العكس، يعني انا رح احكي وحده وحده، رح اقول شو الاشياء اللي بتناسب واللي ما بتناسب. اخر شيء بناسب كجينز لازم يكون سكيني جينز يلي هو منه كتير ترندي باي ذا واي، هيدي بال 2020 منه كتير ترندي سكيني، بس هيدا الجينز بناسب لانه بدنا نعمل فورم حلو وتوازن مضطرين يعني. هلا رح انتقل على الانفيرتد تراينجل او المثلث المقلوب. المثلث المقلوب لازم يخفف من عرض كتافه، يعني عكس المستطيل العكس. فالمستطيل ما بيقدر يلبس هيك جاكيت، عم تقولوا لي اي جاكيت ما في يلبس، هيدي لازم يلبسها المثلث الانفيرتد تراينجل. ليه؟ لانه مثل ما شايفين هاي بتتسكر هيك. طيب. فكل التركيز بيصير على منطقة البطن، ببطن الواحد بيركز على الأكتاف قد عراض. هذا اللي أكتاف عراض أو خصرة صغير. صغير، طيب. فهون بيصير بعرض له خصره، ببطل التركيز على الأكتاف. مع أن البعض يدور هذا التركيز. بس هو ما حلو إذا كان كتير عريض بيطلع شكله مثل جوني برافو يعني. هلا اذا ما حابب يلبس بليزر بده يلجأ لشي كاجوال، في يلبس هيك جاكيت سلم فيت جاكيت، بس المهم مثل ما شايفين اكتافه نازله، ما في اكتاف ليعرضوا.
طيب هلا اذا انت مثل ما عم بتقول انه حابب يظهر عضلاته في يلجا لتيشيرت، بس التيشيرت لازم تكون فينك مش راوند نك. ليش مش راوند؟ لانه الفينك بتصغر الاكتاف، حتى نحن النساء يعني الاكتاف والصدر لما نلبس راوند منبين اعرض، لما نلبس فينك بصغر هيدي المنطقه. والجينز اكيد لازم يكون عريض ستريت، لازم يكون ستريت مش عريض كثير لانه منه دارج، لازم يكون ستريت لانه كرمال ما يطلع مثل الكاريكاتير يعني اجريه كثير صغار. طب شنو عن الاوفر سايز؟ من اللي يناسبه ومن اللي ما يناسبه؟ هلا الاوفر سايز مين بيناسبه؟ مين؟ انت اكيد. شو انا خالصين منها. هلا حننتقل على البيرفكت بودي يلي هو بيناسبه كل شيء، مثل مثلا احرجتني سابين ما راح ايه شايف هذا الواسطه. البيرفكت سايز البيرفكت سيدي بادي شيب اخر واحد هلا بدي احكي عنه، بيناسبه كل شيء، بيناسبه الاوفر سايز، بيناسبه الضيق مثل هيدا مثلا سكيني، بيناسبه الالوان الفاتحه مثلا هذا اللون ما في يلبسه شخص وزنه زائد رح نحكي عنه هلا. بيناسبه حتى قميص اذا ملاحظين هيدي الماتيريال شتويه سنيكه، هيدي الماتيريال ما في يلبسها شخص شوي مليان ببين انصح. البيرفكت بودي بيقدر يلبس اي لون، حتى كمان في يلبس الوان داكنه مثل مثلا تراك سوت. اوكي اوكي على سايد يعني بتناسب على تي شيرت، يعني بيقدر يلبس الوان داكنه الوان فاتحه كل الماتيريالز، هذا البيرفكت بودي شيب. هلا رح ننتقل لنشوف الصور سريع. يلا على السريع يلا بدنا ننتقل على التراينجل لنحكي عنهم والاوفل شيب يلي هن شوي قريبين لبعض. خلينا نشوف الصور. اوكي رح نبلش بالتراينجل شيب يلي هو بيكونوا اكتافه صغار وعنده خصر او بطن، عنده لوف هاندلز. يفضل انه يلبس تي شيرت راوند مش فينك لنفس الاسباب، لانه هون عم بيعرض اكتافه لانه كل التركيز على البطن. ويفضل انه يلبس قميص مقلم بالطول مش بالعرض، لانه بالعرض ببين العيوب وبالطول بيطوله بنحفه. ثاني لوك كمان للتراينجل اذا حابب يلبس شيء رسمي اكثر، اكيد الجاكيت لازم يكون فيها شولدر بادينج او اكتاف مبطنه، والبانتس مثل ما شايفين ستريت، منه سكيني كثير ولا واسع. يعني بيعطي توازن. هلا بننتقل على الاوفل. الصوره اللي بعدها اذا سمحتوا. هن عم باخر هذا اللي طالع. اوكي هيدا الرجل اللي وزنه زائد، هولي الغلط. حقلكم ليه غلط. اول شيء ما لازم يلبس تراوزرز او بنطلون لونه فاتح مثل ما هلا كنت عم قلكم، هذا اكبر غلط. ثاني شغله ما لازم يسكر الجاكيت لانه هون صار التركيز كله على البطن. على البطن. هلا كمان في شغله ثانيه اذا شايفين بثاني صوره يلي على جهه اليمين. الخصر ما لازم يكون هالقد واطي، لازم يكون بالنص لانه مثل ما شايفين بطنه طالع فوق الخصر، فهذا الشيء بنصح ومنه حلو. والسايز لازم يكون بيرفكت فيت. والافضل انه يضعف. ايه ما هو الافضل انه يضعف. شكرا جزيلا لك مدونة الموضة وخبيرة الستايل والمظهر سابين خالد على هذه النصائح للرجال طبعا اللي استفاد بها عادل. اكيد. لا انا قالت لي كل شيء يلبس. شكرا جزيلا. ثانك يو سو ماتش.